سيد شيمي عالم فلك، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا بيك، مساء اتفضل. الخير يا استاذ وائل. اهلا بيك، اتفضل. اولا ردا على فضيله الشيخ اللي كان من اسيوط، اللي قال لحضرتك ان ما فيش لا في السابقين ولا في اللاحقين من تتكلم على الموضوع ده، احب اقول لحضرتك ان فضيله الشيخ محمد بخيت رحمه الله سادس من شغل منصب مفتي الديار المصريه، طلع كتاب اسمه توفيق الرحمن للتوفيق بين ما قاله علماء الهيئه وما جاء في الاحاديث الصحيحه وايات القران. هذا الكتاب طبع سنه 22، قال فيه ما قرر فيما نصه ان جميع الحوادث في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع اشخاصه واقواله وصوره وقواه ومده بقاء اشخاصه وجميع الاحوال العارضه لها وتكون الجنين ومده لدغه في بطن امه وخروجه الى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته الى اخر ما قدمنا، انما هو بتاثير حركات الكواكب بقوه اودعها الله سبحانه وتعالى فيها تؤثر باذن الله تعالى، وخص كل كوكب ونجم بقوه تؤثر اثرا خاصا باذنه تعالى. دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للاستاذ العالم الجليل الفلكي اللي جنب حضرتك، اللي هو بالنسبه لحضرتك الاول، انت بتسالهم بتقول لهم انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ احنا بنجيب الكلام ده من ازياد، العالم الفلكي اللي جنب حضرتك يعرف يعني ايه ازياد، اللي هي الجداول الفلكيه. الجداول الفلكيه دي للاسف الشديد العرب المسلمين هم اول من عملوها، وهو عارف كده. واحنا هنا في مصر كان في عندنا اللي هو الزيج الحاكمي، وهو عارف واعتقد ان هو شاف ودرس هذا الزيج الحاكمي موجود بيبقى. لا، خليني في الجانب اللي بيهم الناس، يعني انت مؤمن بالمقاييس الموحده للبشر لمجرد انهم ولدوا في ايام موحده، ومؤمن بانه الكلام اللي بيبيع بالبعض دلوقتي. هوجه سؤال بس، قلت انت بتجيبوا الكلام ده ايه؟ بتجيب الكلام دون من جداول فلكيه بتصدر في لندن ونيويورك وباريس على عند الناس اللي خليني بس في الموضوع ننزل بالموضوع لتحت للناس. أيوة. يا دكتور سيد، اسأله سؤال بس يا دكتور لو سمحت بعد اذنك. الموضوع مش موضوع ابرار، لان الكلام اللي حضرتك قلته ده خطير جدا. سؤال بس دقيق. طب خلينا نسمع الدكتور عماره، بس خلينا نسمع الدكتور. يا دكتور لو سمحت بعد اذنك دقيقه واحده. يا دكتور دقيقه واحده. دكتور هل تسمعني؟ طب خلينا دقيقه واحده يا دكتور شيم، استنى شويه. اتفضل. حضرتك قلت ان كل ما يحدث في الكون من تفاصيل بما فيها الجنين واللي بيحصل في بطن امه والحركات والكلام ده كله بيحصل بتاثير من النجوم، وبالتالي انت بتقول كده ان احنا قطع شطرنج، النجوم هي بتحركنا واحنا كبشر ملناش اي يد، والنجم هو اللي بيمشيني. ده كلام خطير جدا، ده كلام خطير جدا، ان حتى الجنين في بطن امه بحركاته وسكناته تؤثر فيه حركه النجوم. ده مفيش اي اراده بشريه بقى يا جماعه يا فندم. انت بتقول كلام الانسان منذ ان ولد يعني ارادته لا قيمه لها. يعني بتدمروا الناس وانتوا مش واخدين بالكم. ايه اللي بتقولوه ده؟ يعني احنا قطع شطرنج يعني؟ طب ربنا هيحاسبني ليه؟ ده ما هو انا النهارده انا النهارده رحت متنرفز جدا، معلش، لما انا يبقى برجي ان انا عصبي، ليه الرسول بيقول لي لا تغضب؟ ما انا برجي عصبي، ما انا بغضب، هتحاسبني ليه يا رب؟ انت خلقتني في برج عصبي وانا عصبي جدا يا رب، وبتقول لي لا تغضب يا رب، ليه يا رب؟ هل ده منطق يا استاذ يا دكتور؟ لا، هي الابراج الحقيقه ما اتعملتش عشان كده. هي الابراج. طب حضرتك مؤيده كلامه ان كل تفصيله بتحصل في الحياه والجنين في بطن امه والابراج بتحركها؟ في تاثيرات من الطبيعه. امال اتعملت عشان ايه؟ لكن احنا نقدر لما نكون عارفينها نقدر نتحكم فيها، وده اللي مثلا اللي انا بكتبه في الجورنال. لما باجي الاقي ان في النهارده مواليد البرج ده يميلوا للعصبيه، بقول له انت النهارده تميل للعصبيه، فخد بالك تحكم في عصبيتك، اقرا لي كده هتلاقي ان انا بكتب الكلام ده. يعني في حل. ليه عرفت منين ان هو النهارده عصبي؟ من حاله القمر. انا جوايا سؤال غريب جدا. قمر ايه بس يا دكتور؟ لا، عبير بتعاملي مع مليارات البشر. استاذ عبير، استاذ عبير، سؤال مهم قوي. سؤال مهم قوي. يعني حركه القمر بتبين انا عصبي. حضرتك سالت. طب انا هبتسم بكره ولا لا؟
لا بكره طيب. حلو لا لا استاذ وائل في سؤال مهم جدا بعد اذنك. العقرب مصيره ايه بكره الاثنين؟ انتوا بتقولوا ممكن يا جماعه الابراج معلش الابراج بتنتقي الناس بتاريخ ميلادها، حلو كده؟ يعني ممكن يبقى واحد في مصر 1/6، واحد في الهند 1/6، فالبرج بتاثيره هينقل الاثنين دول وهيسيب كل اللي في النص من التاثير عليه، خلاص كده؟ النقطة الخطيرة بقى اللي مش عارف افهمها، ايوه على اساس ان انا فهمت دي يعني ان انا دلوقتي البرج ده جه جنب البرج ده فانا عرفت ان مصر هيحصل فيها انقلاب، طب ليه مش السعودية؟ ما هم جنب بعض الاثنين. لا انا في يعني اختار البلد كمان في مواضيع معينة.